نسبة إيجابية التحاليل تفوق 50% بولاية جفصة في ظل وضع وبائي يتسم بالخطورة، خاصة بمعتمدية سيدي بوبكر وسيدي عيش وجفصة الجنوبية والمظلة والمتلوي، رغم تراجع نسبة الإيواء بأقسام الكوفيد وأقسام الإنعاش بالمستشفيات الجهوية والمحلية إلى ما بين 30 و50%. الوضعية تعتبر وضعية خطيرة، انتشار الفيروس باقي انتشر بشكل كبير خاصة في جل المعتمديات نتاع الجهة. تقريبا كنت نحكي لك خمسة معتمديات اللي هم تجاوزوا 100 حالة كل 100,000 ساكن. بولاية جفصة إصابات متسارعة بفيروس كورونا مع تسجيل ما بين 3 و4 وفيات يوميا يقابلها عدم التزام بإجراءات الوقاية والحجر الصحي الموجه والشامل في بعض المناطق وتعريض حياة المواطنين للخطر. احنا الحق اللي لاحظناه هو ان المواطن اللي هو العنصر ولا مجوهر العمليه ككل اللي قاعد خاصه في بعض المعتمديات ونطلق منها معتمديه المظله لبعض الاعراس اللي تقام معناها بشكل دون احترام البروتوكول الصحي، وحتى يبدا المواطن معناها مصاب ويكمل وكل المناسك نتاعه وكل الافراح نتاعه من غير ما ياخذ بعين الاعتبار انه مصاب بالفيروس. هذه معناها هي وضعيه صارت على مستوى قفصه، تبقى هي وضعيه تطرح عديد الاشكاليات على مستوى الجمهوريه. اليوم تعرف انه بعض الحفلات على غرار معناتها الاعراس اللي نجموا يتسبوا يعني في كوارث صحيه، وهذا سجلناه معناتها في احدى المعتمديات. بالنسبه لنا اخذينا كاجراءات وقائيه، تم اتخاذها اجراءات وقائيه ترتيبيه وكذلك ايضا اجراءات معناتها عدليه لدى المصالح القضائيه لاتخاذ ما يتعين في هذا الموضوع. هذا ويذكر ان اللجنه الجهويه لمجابهه فيروس كورونا قررت فتح مركزي تلقيح اضافيين بمعدل 3 أيام اسبوعيا بمعتمديتي بالخير وسيدي عيش للدفع نحو الرفع من عدد المسجلين، والذي لم يتجاوز الى حد الان 70,000 مواطن بكامل الولايه.